اول حاجه احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن شتيلو وقلنا ان ده مجرد فيجن على سكيل ثاني، مجرد بس نعرف الجفرنج ايكويشن بتاعتنا. ايه الجفرنج ايكويشن بتاعت اي فلويد عندي؟ هو الكونتينيوتي ايكويشن، مومنتم ايكويشن، انرجي ايكويشن، وات ايفر الايكويشنز اللي معروفه عندنا بالاسامبشنز بتاعتها بالسبيشال كونديشنز عندنا والسبيشال كيسز يعني. فكله كان ايه؟ يعني مجرد فيجن عندنا. طيب ايه الفرق ما بين الفلو الثانيه والفلو الثالثه؟ الفلو الثانيه كنا بنستخدم الجفرنج ايكويشن بس بصوره الايه؟ الانتجرال، زي ما شفنا المره اللي فاتت وعرفنا شكلها ايه، وعرفنا ان هي جت من الريم ترانسبورت ايكويشن، وعرفنا ايه الاسامبشن والكلام ده كله. المره الثالثه بنستخدم الديفرنشال فورم، تمام كده؟ كونتينيوس ايكويشن والديفرنشال فورم وهكذا، وهنعرف دلوقتي كل التفاصيل عنها. انت مستخدم الفلو الثانية وانت مستخدم الفلو الثالثة، هل ده غلط ان انا استخدم ده او هل ده غلط؟ لا طبعا، كل حاجة ليها حاجاتها. يعني مثلا الفلو الثانية كان لما كنا بناخد كنترول فوليوم حوالين حاجة معينة، بناخد مثلا الفورسز حوالين الكنترول فوليوم ده، بندرس مثلا البريشر عند نقطة، عند الدخول، عند الخروج، الكيو اللي داخل بيها، الكلوريت اللي داخل بيه، اللي خارج بيه، يعني حاجة ايه جنرال او شوية. لكن لو عايزين عند نقطة معينة بين الفلو كله عند بوينت واحدة بس، ده بنستخدم الديفرنشال فور، تمام كده يا فهمتين؟ طيب اللي هو السرفات اللي احنا هناخده دلوقتي، ايه اللي بنجيبه مثلا؟ نجيب بريشر، نجيب فلوستي، نجيب اكسلريشن، مش عارفه نجيب ايه عند نقطه معينه. فعندنا كذا فورم او هما فورمين من الكونتينيتي ايكويشن والمومنتال ايكويشن وهكذا. ايه هما الفورم؟ كارتيزيان فور وبولر فور. ايه اكتر كومن او ايه اكتر اللي بيجي اكتر في الامتحان؟ هو ده اللي على طول الواحد بيبدا يحل عليه ويشرح فيه. بس ما ننساش برده البولر فورم، لان ده جت المساله بتاعتي لازم اكون حاطه القانون بتاعها في الكونتينيوتي، لكن في المومنتم لا، دي بالنسبه لي وبستخدمها ماشي، علشان معادلاتها كتيره شويه في الايه؟ في المومنتم. طيب نمسك واحده واحده. اولا الكونتينيوتي بتاعتي، لو جينا بصينا على الكارتيزيان فورم، يعني الاكس والواي زي ما انا رسمه كده، لو البلوستي عندي في اتجاه الاكس بسمي الكومبوننت بتاعه البلوستي في اتجاه الاكس يو، البلوستي في اتجاه الواي بسمي الكومبوننت ده في، لو البلوستي في اتجاه الزد بسميه دبليو، تمام كده؟ يبقى البلوستي هنا عندي بيتغير بتغير الكوردينيت بتاعتي، في عندي دايمنشن في اكس دايركشن، واي دايركشن، زد دايركشن. الفلوستي بتتغير كل كومبوننت ليها في اتجاه الاي، في اتجاه الجي، في اتجاه الكي، او في اتجاه الاكس دايركشن، في اتجاه الواي دايركشن، في اتجاه الزد دايركشن، بسميها اسم اليو والفي والدبليو، تمام كده؟ لو جيت بصيت للجنرال فورم بتاع الكونتينيوتي في الديفرنشال فورم هلاقيه بالشكل ده، بارشال رو على بارشال تي بلس دلتا دوت رو في كفيكتور بيساوي زيرو. ايه الكلام ده؟ انا مش فاهمه اصلا ايه هي بارشال على بارشال تي، وايه معنى دلتا، وازاي افكها والكلام ده. فقبل ما نخش بقى في الجفرنج ايكويشن، عايزين نعرف شويه ديفينيشنز او اوبريتورز تساعدنا على حل المسائل بتاعتنا او على فهم اصلا الكونتينيوتي ايكويشن والجفرنج ايكويشن. اول حاجه عندي الاوبريتور بتاعي الدلتا، الدلتا مثلا للبلوستي، الدلتا للاكسلريشن، اي بروبرتي عندي الدلتا بفكها ازاي؟ هي بتبقى اتجاهيه، بارشال على بارشال اكس في اتجاه الاي، بارشال على بارشال واي في اتجاه الجي، بارشال على بارشال زد في اتجاه الكي. طب انا لو عندي دلتا سكوير، كل اللي انا هعمله هعمل كل اللي انا قلته عليه سكوير. ايه معناه؟ ان انا بفاضل مرتين. لما تجيلي في المساله عندي بارشال سكوير على بارشال اكس سكوير، بفاضل الداله بتاعتي دي مرتين بالنسبه للاكس، وهكذا بالاي بالنسبه للواي، وهكذا بالنسبه للزد. فاول حاجه عندي دلتا. طبعا عندك بقى دايفرجنت وجريدينت والحاجات السكيلر وتحاول الفكتور والحاجات دي، مجرد بقى ايه ديفينيشن تبصوا عليها، هي الدلتا يعني، مش اكتر من كده. لكن يهمني انا وانا بشرح الكونتينيوتي وبشرح المومنتوم ان انتوا تفهموا انا افك الدلتا ازاي. فبفك الدلتا عن طريق ان انا ايه؟ بفاضل الداله بتاعتي او الفانكشن بتاعتي بالنسبه للاكس وبالنسبه للواي وبالنسبه للزد، الثلاث دايمنشنز اللي عندي او الثلاث دايركشنز اللي عندي، تمام؟ في حاجه ثانيه لازم اعرفها، الكيرل ايه؟ الكيرل ايه ده بيهمني في حاجه اسمها الروتيشنال فلو. ده سؤال كده بيجي لي، هل الفلو بتاعي الروتيشنال ولا لا؟ بعرفه ازاي؟ عن طريق الروتيشنال فيكتور اللي هي اوميجا. بتتحسب ازاي؟ بتتحسب بتساوي هاف كيرل في. طب الكيرل اصلا ده بيتفك ازاي؟ زيها زي الماتريكس بالظبط. الكيرل ده عباره عن الدلتا تايمز الايه؟ الفانكشن بتاعتي. سي انا مسميه الفانكشن هنا ايه؟
ممكن تبقى بلوستي، ممكن تبقى اكسلريشن، ممكن تبقى اي حاجه في يوتيوب اتجاه الاكس واتجاه الواي واتجاه الزد، ليهم كومبوننتس يعني. جيت فكيت الماتريكس بتاعي بفكه بالشكل اللي مكتوب اي والجي والكي، الدلتا بتاعتي اللي هي بشر على بشر اكس بشر على بشر واي بشر على بشر زد، والاي بتاعتي فكيته باتجاه الاكس واتجاه الكومبوننت بتاع الاكس والكومبوننت بتاع الواي والكومبوننت بتاعت الزد. دلوقتي اللي يهمني في الكيرف ده اللي هو الايه؟ الجزء بتاع الروتيشنال فلو، لو جالي قال لي ان الفلو بتاعي روتيشنال ولا لا، فهعمل ايه؟ احسب الروتيشنال فيكتور. فده عباره عن هاف كيرف الفلوستي بتاعتي زي ما اتفقنا، الفلوستي ليها ثلاث كومبوننتس اتجاه الاكس والواي والزد اللي هي اليو والفي والايه؟ والدبليو. فانا فكيتها اهي، هي نفس الكلام ده سبيشال كيس ليها، وفكيتها الاي والجي والكي وهكذا. هعمل ايه عشان احسبها؟ باخد طبعا الهاف ده كونستنت بالنسبه لي، اخد اول حاجه الاي فبخلي الكولم بتاعي ده واضرب ده ماينس ده بلس ده في اتجاه الجي بلس ده في اتجاه الكي، واتفر زي ما انتم كاتبين زي ما احنا كاتبين كده. ايه اللي هنعمله في المساله لو جت قالوا لنا عايزين نثبت ان ده روتيشنال او روتيشنال؟ على حسب، لازم الاوميجا بتاعتي دي الاوميجا اكس اللي هي في اتجاه الاي، اوميجا واي في اتجاه الجي، اوميجا كي في اتجاه الاوميجا دبليو الاتجاه كي، سوري، دول لازم يكونوا بزيرو. ده يخلي لي الفلو بتاعي الروتيشنال. يعني ايه الروتيشنال؟ هي ما بيحصلش فيها ايه؟ روتيشن، يعني ما بقاش في الاوميجا بتاعتي بزيرو من الاخر يعني. فبالتالي لما يجي لي يقول لي انا عايز اثبت الروتيشنال الفلو بتاعي الروتيشنال ولا لا، هحسب ايه؟ هعمل الكيرل ده بتاع الكيرل بي اللي هو الروتيشنال فيكتور، واحسب منها الاوميجا اكس والاوميجا واي والاوميجا زد. لو اثنين بس زيرو وواحد بس مش بزيرو ده برضو irrational، لازم الثلاثة يكونوا بصفر. تمام كده؟ طيب في حاجة تانية برضو عايزة اعرفها، الـ total time derivative. ايه الفرق ما بين الـ total time derivative والـ local time derivative؟ اولا الـ total برمز له capital D. ده الـ total معناه ايه؟ ان الـ function بتاعتي دي يعني دالة اكتر من متغير، او بتعتمد على اكتر من متغير. يعني مثلا الـ velocity دي بتتغير في الاكس وبتتغير في الواي وبتتغير في الزد وكمان بتتغير في التايم. واضح ان في ايه؟ اربع متغيرات عندي، فبالتالي انا ما اقدرش اقول ان ده لوكال دريفيتيف، لا ده انا هعمل لها توتال دريفيتيف. تمام كده؟ طب بتتفك ازاي؟ على حاجتين، جزء اللوكال اللي هو البارشال فانكشن بتاعتي على بارشال التايم، ده بيبقى لوكال عادي بس لان هو بيعتمد على التايم بس. تاني حاجه الكونفكتيف، الكونفكتيف تيرم ده بتتفك عباره عن ايه؟ على الكوردينيت، التغير البلوستي بتاعتي يعني الاريا بتتغير معايا، فالكومبوننت بتاعت البلوستي هي كمان بتتغير في اتجاه الاكس اتجاه الواي اتجاه الزد وهكذا. فبصححها ازاي؟ عن طريق الكلام ده، بارشل الداله بتاعتي على بارشل اكس، فبارشل اكس على بارشل تي. طب ايه هي بارشل اكس على بارشل تي؟ مش ده زي ديستانس على التايم اللي هي البلوستي يعني بمعنى اصح، بس ده اكس في اتجاه اكس، فبالتالي بيبقى هو الكومبوننت بتاع البلوستي اللي احنا قلنا سميناه ايه؟ يو. تمام كده شفتي؟ يبقى بالتالي هشيل بارشل اكس على بارشل تي واحطها يو. نفس الكلام الداله بتاعتي على بارشل واي وبارشل واي على تي، ده الديستنس على تي في اتجاه الواي يبقى في، نفس الكلام الايه؟ للاوميجا. فبالتالي لما اجي افك توتال دريفيتيف او توتال تايم دريفيتيف بالنسبه لفانكشن معينه ليها بتعتمد على اكتر من متغير، افكها بالشكل ده، يبقى اللوكال بتاعي اللي هو البارشل الداله بتاعتي على بارشل التايم زائد الجزء الكونفكتيف اللي هو يو بارشل الداله بتاعتي على بارشل اكس بلس بي بارشل الداله بتاعتي على بارشل واي بلس اوميجا بارشل الفانكشن بتاعتي على بارشل تي. تمام كده؟ ده شويه حاجات ايه نبقى فاهمينها مع بعض عشان واحنا بنشرح بقى الكونتينيوتي ايكويشن والمومنتوم ايكويشن والكلام ده ابقى عارفه انا فكيتها ازاي. اولا الجنرال ايكويشن بتاعه الكونتينيوتي دي ديريفيجن معين او استنتاج المفروض ان انتوا تبصوا عليه. تمام؟ بس انتوا هتحفظوه؟ لا مش هعليكوا حفظ، مجرد بس ان انا اخد الجنرال فورم بتاعي واشتغل بيه. وكمان عندي في الكونتينيوتي شويه سبيشال كيسز او اسامبشن بتسهل. هو الدكتور كان عامل الاثبات ده على البورد وقعد يتكلم في كتير، هل ده مطلوبين بيه ولا ايه؟ بص هقول لك على حاجه، هو احنا في المحاضره بنحب يعني نشرح لازم جت ليه راحت فين عشان تبقى عارفه. هل بقى في الامتحان هتحلها بيها او الكلام ده؟ لا انت مش مطلوب منك، لازم تعرف بالظبط، لازم تعرف جت ليه. تمام؟ زي بالظبط الرينو ترانسبورت ايكويشن اللي كنا بنكتبها وبعدين وصلنا ازاي الجنرال فورم بتاع الكونتينيوتي والحاجات دي بتاعت سنه ثانيه. جنرال فورم ونشوف الايه؟ الاسامبشن بتاعتي. طب الجنرال فورم بتاعي بشر رو على بشر تي، ده معناه ايه؟ ده اللوكال
التغير بتاع الدنسيتي بالنسبه لايه؟ للتايم. لما الرو بتاعي بتتغير مع التايم، لو ستدي يبقى بزيرو، لو ان ستدي يبقى اشوف الرو بتاعتي ايه الداله بتاعتها وفاضلها بالنسبه للثانيه. تمام كده؟ طيب تاني جزء الدلتا، الرو في الدلتا. الدلتا دي انا بفكها ازاي؟ عن طريق الكوردينيتس بتاعتي بقى الاكس والواي والزد. فبالتالي هفك اللي هي الداله بتاعتي او الفانكشن بتاعي الرو في البي ده عملته على كذا حاجه، لان الفيلوستي بتاعتي فيها ثلاث ايه كومبوننت في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي وفي اتجاه الزد اللي هي اليو والبي والدبليو. فخدتها وقلت بشر رو يو على بشر اكس بلس بشر رو بي على بشر واي بلس بشر رو دبليو على بشر زد بيساوي زيرو. طيب شويه اسامبشن، لو ستدي زي ما قلنا الجزء ده يبقى ايه بزيرو. طب لو دي كومبريسبل معنى ان الرو بتاعتي كونستنت، يعني ما بتتغيرش على مدار الاريا بتاعتي، اللي داخل هو هو اللي خارج ما حصلش ميكسنج ما بين الفلويدز المختلفه، فالرو بتاعتي طلعت واحده، فاقدر اطلعها بره الايه التفاضل لانها كونستنت مش هتتفاضل معايا، فاطلعها بره وبيساوي زيرو فطرت. فبالتالي الترم ده على طول بقى بنستخدم ايه زي ما احنا بنقول كده كيو او بتساوي كيو ان في الكونتينيوتي المعروفه ده بقى في الـ في الديفرنشال فور. فبالتالي هنعمل ايه؟ برشا دي على برشا اكس بلس برشا دي على برشا واي بلس برشا اوميجا على برشا زد. دلوقتي الكونتينيوتي ده انا هستخدمه في ايه؟ اولا لو جه قال لي في المساله هل الفلو بتاعي ده او المساله بتاعتي دي كاينماتيكلي بوسيبل او فيزيكلي بوسيبل، هعرف ازاي؟ ايه معنى اصلا كاينماتيكلي بوسيبل او فيزيكلي بوسيبل؟ ان هي بتخضع ليه او الفلو ده بيخضع للايه؟ للجفرمنت ايكويشن اللي عندي. فبدل ما افضل اعمل كونتينيوتي ومومنتم والكلام ده هي بس ايه الكونتينيوتي. لو اتحققت الشرط ده خلاص يبقى الفلو بتاعي ده ايه؟ كاينماتيكلي بوسيبل او فيزيكلي بوسيبل. فبالتالي اول استخدام للكونتينيوتي لما يجي لي اليو والفي والدبليو اقدر اعمل لهم تفاضل بالنسبه للاكس والواي والزد واجمعهم مع بعض بيساوي زيرو، يبقى ده فعلا كاينماتيكلي بوسيبل. تمام كده؟ يبقى ده اول استخدام. ثاني استخدام لو انا سي مثلا عندي 2 دايمنشن يعني اكس وواي، فبالتالي مفيش عندي الاوميجا ده مفيش بلوستي في اتجاه الزد. تمام كده؟ في اتجاه اكس وواي بس. طيب انا دلوقتي مديني بلوستي في اتجاه الاكس اللي هي اليو ومش عارفه اجيب الاتجاه الفي ومش عارفه يعني عايزه اجيبها، هعمل ايه؟ باستخدام الكونتينيوتي عن طريق البارشال يو على بارشال اكس اللي اوريدي عندي بلس البارشال بي على بارشال واي، واقدر اجيب من هنا تكامل للفي للبلوستي بالنسبه للايه؟ الجزء ده سوري البي يعني في اتجاه الواي دايركشن، واقدر اديني البي او العكس يكون يديني البي وعايز اليو. هنشوف دلوقتي واحنا بنحل ازاي نجيب كده. يبقى الكونتينيوتي بنستخدمها يا اما كاينماتيكلي بوسيبل او لا، ويا اما نجيب كومبوننتس من الفيلوستي ناقصه عندنا. تمام كده يا باشمهندس؟ ده بالنسبه للجزء الكارتيزيان فورم بتاع الكونتينيوتي ايكويشن. انا على طول ممكن استخدم ده بس لازم اكون كاتبه الاسامبشن بالاثنين دول. تمام كده؟ طيب لو عندي بولر فورم وده يعني قليل قوي لما بيجي في الامتحان، بس لو جه تبقى انت هتبقى عارفه وحافظ الايه؟ الجنرال فورم بتاع الكونتينيوتي ايكويشن فيه. ده في حاله لو عندي بلوستي في اتجاه الار يعني بدل اكس وواي وزد، لا عندي في اتجاه الراديوس وفي اتجاه السيتا وفي اتجاه الزد. يبقى في بلوستي في اتجاه الار، في بلوستي في اتجاه السيتا، وفي بلوستي في اتجاه الزد. تمام كده؟ وبعمل ايه بالكونتينيوتي بتاعتها بس مش بتيجي كتير. طيب نيجي بقى دلوقتي نتكلم على المومنتم ايكويشن، وده اللي فيه شغل اكتر شويه واللي برضه هنعتمد عليه اكتر في جزء دكتور المومنتم شويه. طيب انا اول حاجه عندي طبعا زي ما اتفقنا فيها كارتيزيان فورم وفي بولر فورم. البولر فورم ده المفروض يبقى جيفن لان في معادلات كتيره جدا، لان احنا عارفين ان المومنتم ايكويشن دي معادله اتجاهيه. معنى ايه؟ ان في اتجاه في الاكس او ايكويشن في الاكس دايركشن وايكويشن في الواي دايركشن وايكويشن في الزد دايركشن. فاكرين الكلام ده طبعا من السنه اللي فاتت. هي نفس الكلام بس هنستخدمه بقى ايه في الديفرنشال فورم. طبعا ليها ديفيجن معين بس كل اللي هنستخدمه قانون الايه الجنرال بتاعي ده رو التوتال بقى الفلوستي على الدريفتيف بتاع الفلوستي على التايم رو جي ماينس الدلتا بي اللي هو البريشر تغير البريشر بتاعتي جريدينت بريشر بلس النيو دلتا سكوير في البي. طب ده كده الجنرال فورم بتاعي. بما ان انا عارفه الدلتا بتتفك ازاي والتوتال تايم دريفت بيتفك ازاي هقدر افكه واحده واحده، لكن على حسب الدايركشن اللي عندي. عندي اكس دايركشن، عندي واي دايركشن، عندي زد دايركشن. هفكها ازاي؟ دي في الحاله الجنرال اللي من غير اي اسامبشنز خالص. كل اللي انا همسكه الدي بي على الدي تي،
الفيلوستي في اتجاه الاكس دايركشن. انا دلوقتي بتكلم على المعادله في الاكس دايركشن. ايه هو الفيلوستي في اتجاه الاكس؟ اللي هي اليو، صح كده يا باشمهندسين؟ طيب اليو، يبقى انا هقول الرو دي يو على دي تي، لان اليو ممكن تكون متغيره او بتعتمد على اكتر من متغير، على التايم وعلى الاكس وعلى الواي وعلى الزد، ماشي؟ فبالتالي انا هعمل توتال تايم دي دريفيتيف دي دي يو على دي تي يساوي الرو في الجي في الاكس، يعني الجرافيتي بتاعتي في اتجاه الاكس. ليه بقول جي اكس وجي واي والكلام اللي احنا هنشوفه بعد كده؟ لان ممكن ايه، احنا عارفين طبعا الجرافيتي هي اتجاه الواي وهكذا، لكن ممكن يكون المسار بتاعتي في باي مايل، فبالتالي الجي بتاعتي انا هعمل ايه؟ هحللها، يبقى في بقى ساعتها في اتجاه اكس في اتجاه واي كده يعني. فبالتالي ده القانون الجنرال، وعلى حسب الايه المساله بتاعتي اشوف ايه هعمل ايه. نرجع تاني لفك القانون بتاعي الاساسي، الدلتا بي بتاعي انا هلاقي ان البريشر بس هي بتعتمد على الاكس، فبالتالي ده هيبقى زي لوكال كده زي ما بيقول، هيبقى دي بي على دي اكس. طب الجزء الثاني، الجزء بتاع نيو دلتا سكوير يو، ده عباره عن ايه؟ جزء الفريكشن، اخر جزء اللوس. لو قايل لي في المساله بتاعتي انها فريكشن ليس او انفيسكس او نون فيسكس او الكلام ده كله، معناه ان النيو ايه؟ بزيرو، الترم ده كله بصفر، تمام كده؟ ودي هتجيلي سبيشال كيس عندي واسمه ايه الايكويشن، لما الترم بتاعي زيرو، مجرد طول بس. هكتب ساعتها الترم ده بس. وعلى حسب انا في اكس دايركشن، في واي دايركشن، في زد دايركشن، وهبدا ايه؟ اشوف الايكويشن بتاعتي. هنرجع تاني نفكها، الدي يو على دي تي اللي هي التوتال بتاعي اللي انا قلت خلاص هيبقى جزء لوكال وجزء كونفكتيف. هفك الايه؟ الداله بتاعتي اللي هي اليو، انا كل ده في اكس دايركشن، ماشي يا باشمهندسين؟ فبالتالي هيبقى رو بارشال يو على بارشال تي، ده اللوكال، زائد يو بارشال يو على بارشال اكس، بلس بي بارشال يو على بارشال ايه؟ واي، لان اليو هي الايه؟ الفانكشن المتغيره عندي، بلس اوميجا بارشال يو على بارشال زد، ده الجزء بتاع بس التوتال ايه؟ دريفيتيف عندي. طب الجزء الثاني رو جي اكس ماينس دي بي على دي اكس. بص بقى الدلتا سكوير اللي بتتفك عندي ازاي، الدلتا سكوير اللي هي بارشال سكوير على بارشال اكس سكوير، الداله عندي ايه هي؟ هي اليو، لان انا ماشيه في ايه؟ في اكس دايركشن، يبقى بارشال سكوير يو على بارشال اكس سكوير بلس بارشال سكوير يو على بارشال واي سكوير بلس بارشال سكوير يو على بارشال زد سكوير. ده معناه ايه؟ ان انا هفاضل اليو دي مرتين بالنسبه للاكس ومرتين بالنسبه للواي ومرتين بالنسبه للزد، تمام كده؟ ده الجنرال فورم في الاكس دايركشن. تاني حاجه في الواي دايركشن نفس الكلام، بدل اليو هيبقى الفي، لان انا في الواي دايركشن الكومبوننت بتاع الفلوستي في الواي هي الفي، فهاخدها وايه وابدا افكها. نفس الكلام هنا نفس الزد، بس هتبقى بدل اليو ولا الفي هتبقى ايه؟ الدبليو. فاهمين قصدي؟ ده حفظ يا باشمهندسين، كارتيزيان فورم ده مومنتوم ايكويشن حفظ. لسه بقول حفظ. مش اي حاجه في اللي جيبن بقى البولر فورم، انا مش كاتباه اللي هي يعني ممكن لو جبت تبقى انت برضه عارف، بس الجزء بتاع البولر فورم بتاع الكونتينيوتي مش جدا بيبقى حفظ بالنسبه لي. يعني كل ده عليك؟ سهله والله، ده كل بص كل ما انتم بتحبوا هتلاقوا الدنيا اسهل بكتير معايا، تمام؟ ده انا مسكت الجزء بتاع المومنتوم ايكويشن في الدفرنشال فورم وعملتها في الاكس دايركشن والواي دايركشن والزد دايركشن، ده الجنرال فورم. طب لو قالوا لي الجزء بتاع الفريكشن يبقى قلنا الترم ده هي ايه؟ هيفشل. طب في كمان حاجه او سؤال بيجي لكم، اعملوا درايف للبرنولي ايكويشن من المومنتوم ايكويشن ده بالديفرنشال فورم اللي احنا كنا بنجيبه من الانرجي ايكويشن في الايه؟ في الانتجرال فورم، فاهمين معايا؟ طب هنعملها ازاي؟ البرنولي ايكويشن دي لازم اعمل لها اسامبشنز معينه. ادي القانون الاساسي بتاع المومنتوم ايكويشن. اول اسامبشن بيكون ستيدي. ستيدي معناه ايه؟ التغير مع الزمن كله زيرو، الستيدي ده راح، صح كده؟ تاني حاجه انكومبريسبل، الرو اقدر ايه اخرجها بره او ايه يعني كونستنت. ثالث حاجه الفريكشن، الفريكشن معناها ان النيو بزيرو، يعني الترم ده كمان ايه راح، اتبقى لي بس الجزئين دول بتاع البريشر والجي والفلوستي عندي، تمام كده؟ من هنا 1 دي بس، لازم يكون 1 دي، يعني يا اما شغاله في اكس دايركشن يا اما شغاله في واي دايركشن يا اما شغاله في زد دايركشن، عشان ينطبق يعني البرنولي ايكويشن تطلع بي على الرو بلس بي سكوير على 2 بلس جي زد بيساوي كونستنت. ده برنولي ايكويشن برضه هتلاقوه عندكم في الايه؟ في المحاضرات، او سؤال في الشيت واحد دايركت كده ان احنا نعمل ريفيجن للبرنولي ايكويشن من المومنتوم
عن طريق الاسامشن الايه المختلفه ده نقدر نستخدمها على طول برضو في الايه في المسائل. تمام ده شرح. بس اخر حته عايزين نفتكرها الجزء بتاع الايه التاو شيل ستريس اللي هو شيت 0 او شيت 1 اللي كنتوا بتتكلموا عليه في السنه الثانيه. احنا عارفين ان بيحصل فيه اي ايه الفريكشن بيحصل فيه شيل ستريس. طب عشان انا احسب الشيل ستريس ده بتبقى بتساوي التاو بيساوي ميو في الدي فيلوسيتي على الدي ايه ديستنس بتاعتي اللي انا المفروض بسميها دي واي. لكن على حسب البليد اللي انا فيه لازم اشوف التاو بتاعتي او الشيل ستريس عندي. يعني مثلا لو انا عندي البليد بتاعي اكس واي يبقى التاو عشان احسبه اللي هو تاو اكس واي عباره عن ايه؟ عن ميو بارشل يو على بارشل واي بلس بارشل بي على بارشل اكس. طب لو كنت في الاكس زد بلين نفس الكلام الميو بارشل يو على بارشل زد بلس بارشل دبليو على بارشل اكس. نفس الكلام لو كنت في الواي زد ايه بلين يبقى التاو واي زد يبقى بارشل واي ميو يعني بارشل بي على بارشل زد بلس بارشل ايه دبليو على بارشل الواي. تمام كده ده برضو حلو ايه وتستخدموه في الحسابات زي ما احنا عاملينها دلوقتي او في المسائل دي. نبدا الجنرال فورم بتاع الايه الدي بي على دي تي. دلوقتي هو عايز ماكسيمم
امتى يبقى ماكسيمم؟ لما الكوزاين دي هيبقى يا اما 0 يا اما 1 يا اما نيجاتيف 1. طبعا اقصى حاجه ايه؟ ب 1. يبقى الترم ده كله لما الكوزاين ب 1 يبقى الدي بي على الدي تي ماكسيمم بيساوي ايه؟ بيساوي اللي هي 40 في 8 اللي هي 320 كيلو باسكال، صح كده؟ بس كده دي مساله طبعا ما بتجيش في الامتحان عشان هبقى صغير. بس ازاي نفك الايه التوتال دريبل؟ يعني حضرتك مش جبنه ايه بقى الجبنه؟ انا عملت ايه عشان يبقى في جبنه؟ مين بيسال؟ سهله جدا خلاص حفظناها. فطر ما انت هتحلها كل ما تحلها تعمل، حتى ما مسحتهاش عشان تبقى قدامك عشان تبقى سهله قدامك. طيب رقم 2 مش منسين عندي ايه في الشكل ده؟ عند بوينت واحد بيديني الفيلوستي ب 540، وعند نقطة 2 بيديني الفيلوستي ب 210، وقال لي انها طولها او الثيكنس بتاعها يعني بايه؟ بال. بتدلك اكس زي ما احنا شايفين. عايز الاكسلريشن كافريج، افريج اكسلريشن، وعايز الاي افريج على الجرافيتي. دلوقتي كل اللي انا عندي بيقول لي ان في ويف ماشي من ستيت واحد لستيت اتنين ويديني الفلوستي عند نقطه واحد والفلوستي عند نقطه اتنين حقيقيه، وقال لي ان التكنس بتاعها بايه اللي هي ال. خلاص كده وبتعتمد بس على اكس، ماشيه في اتجاه الاكس. خلاص هو كل اللي مطلوب مني اكسلريشن. طب ايه علاقه الاكسلريشن بالفلوستي؟ ايه؟ لا انا مش فاهمه حاجه خالص. بالظبط كده الاكسلريشن عباره عن التفاضل بتاع الفلوستي على التايم، بس التوتال تايم دريفيتيف بتاع الفلوستي، تمام كده؟ لان الاكسلريشن انا مش عارفه هي في انهي اتجاه. تمام؟ انا دلوقتي عندي فين؟ في اكس دايركشن بس، صح كده يا باشمهندسين؟ فبالتالي كل اللي انا عايزاه اي اكس، يعني انا لما افك هنا هيبقى المفروض في اي اكس في اتجاه الاي، اي واي في اتجاه الجي، اي زد في اتجاه الايه؟ في الكي. ماشي؟ انا كل اللي انا عايزاه اي اكس. طب الاي اكس ده هجيبه منين؟ اللي هو عباره عن الدريفيتيف بتاع الفلوستي في اتجاه الاكس اللي هو اليو، صح كده؟ والثاني عشان تبقوا عارفينه الفي، والثالث هيبقى ايه؟ الدبليو. بس ده مظبوط تمام كده؟ بس ده بزيرو صح؟ عشان عايزين اه انا بس بشرح كل حاجه عشان تبقوا فاهمين لو جه حاجه ثانيه او كده. انا كل اللي يهمني الاي اكس، الاي اكس اللي هو الايه؟ الدي يو على الدي تي. طب الدي يو على الدي تي عباره عن ايه؟ انا بكتب جنرال لحد دلوقتي. بص ايه؟ لوكال. بص الكونفكتيف اللي هو اليو بارشال يو على بارشال اكس بلس البي بارشال يو على بارشال واي بلس الدبليو بارشال يو على بارشال زد. طب فين اليو اصلا عشان اقدر اجيبها واعمل تفاضل ليها عشان اجيب الاكسلريشن؟ اجيب منين ايكويشن للفلوستي بتاعتي بتاعت الاكس او اليو؟ هعمل ان انا افرض هعمل ايه ايكويشن؟ بفرض ايكويشن انها لينير او الريليشن ما بين الفلوستي وما بين الاكس لينير. فبالتالي هاخد ايكويشن كده هكتبها هنا، هقول ان اليو بتساوي كونستنت اي في اكس بلس بي. بفرض انها ايه؟ لينير ريليشن. بس انا ما اعرفش الاي وما اعرفش البي، دول كونستنت هجيبهم منين؟ عن طريق الباوندري لاير. ده الزيرو بتاعي عندي عند ال على 2 وعندي عند نيجاتيف ال على 2. يعني اول باوندري كونديشن عند اكس بتساوي نيجاتيف ال على 2، البي او اليو كان بكام؟ ب 540. لما الاكس كانت تقل على 2 اليو او البي كانت 210. هعوض هجيب الاي والبي. فيهم مشاكل فيهم؟ كده جبت الفيلوستي فانكشن في الاكس. طب تعالوا احنا عايزين الايه؟ الاكسلريشن. طب نعوض هنا. هل هي فانكشن في التايم؟ يبقى ايه؟ بزيرو. هل هي فانكشن في اكس؟ اه يعني دي هجيبها. هل هي فانكشن في واي؟ هل هي فانكشن في الزد؟ لا. طيب يبقى في الاخر الاي اكس عباره عن اليو بارشال يو على بارشال اكس. اليو اللي هي اي بلس اي اكس بلس بي
مضروبه في التفاضل فيو بالنسبه للاكس اللي هو عباره عن ايه؟ صح كده؟ طبعا بعد ما جبنا يعني الاي والبي بالارقام. طيب لحد هنا في مشاكل؟ مفيش، بس انا كده جبت الاكسلريشن في اتجاه الاكس جنرال، لكن هو عايزني ايه؟ الافرج بتاعي، اعمل ايه عشان اجيب الافرج بتاعت الاكسلريشن؟ حد يعرف؟ طب ده بالظبط كده، ده الجنرال، عشان اجيب الافرج هتبقى عباره عن الاكسلريشن اللي انا جبتها دي هفضلها سوري هكملها في اتجاه الاكس من نيجاتيف ال على 2 ل على 2 مقسوم على ايه؟ على الاكس بتاعها. ده لو ما كنتش عارفه ان الجزء اللي زي الجزء الشمالي، يعني عندنا ده سيميلر لده، فالافرج هيقف فين؟ في النص. فبالتالي عند اكس بزيرو اقدر اجيب الاكسلريشن ايه؟ الافرج اكسلريشن. يبقى هعوض في الايكويشن بتاع الاكسلريشن اكس بزيرو اقدر اجيب الايه؟ الافرج بتاعت الاكسلريشن. وهقسمها على 9.8 اجيب الريشيو مجموعة. بس الفرمول ده اللي هو نيجاتيف ال على 2 ال على 2 ده لو ما يعرفش يعرف ده لو ما كانش بالظبط انا ما كنتش عارفه ان سي مثلا اللي هنا شويه هنا شويه يعني السر مش سيميلر مش الشمال قد اليمين يعني فمش عارفه هو فين بالظبط. هو انا دايما بعد ما انا كانت يو ايكوال اي اكس بلس بي ده؟ تاني بعدها لا على مهلك واحده واحده. بصي يا باشمهندس احنا دلوقتي جبنا يو عشان هي فانكشن في الاكس هي الوحيده يعني الفلوستي فانكشن ايه في الكومبوننت بتاعت الاكس وفرضنا انها لينير ما بين الفلوستي وما بين الاكس وقلنا انها اي اكس بلس بي ككونستنت انا مش عارفه ايه والبي جبت الاي كونديشنز بتاعتهم عند الستيت واحد وعند الستيت اثنين تمام كده؟ الاوريجن بتاعي هنا اهو فيبقى ده ايه اللي على 2 وده اللي نيجاتيف ال على 2 جبت قيم الاي والبي جبت ايكويشن للفلوستي طب انا محتاج ايه اصلا؟ محتاج اكسلريشن طب الاكسلريشن عباره عن ايه؟ الدريفيتيف بتاع الفلوستي بالنسبه للسنه بس عشان الفلوستي بتاعتي ممكن تكون معتمده على اكتر من متغير اكس واي زد تي فباخد التوتال زي ما احنا كاتبينها كده فوق فلوكال وجزء الايه؟ الكونفكت لحد هنا تمام؟ فبشوف هل اليو معتمد على التايم؟ معتمد على التايم يبقى معتمد على اكس بس صح كده؟ فبالتالي ده بايه؟ بزيرو معتمد على واي بزيرو معتمد على زد بزيرو يبقى هي الترم ده بس الاي اكس او الجزء بتاعي عباره عن اليو بارشل يو على بارشل اكس اليو اوريدي انا جايباها قيم الاي والبي عندي فحطيتها مضروبه في الايه بارشل يو على بارشل اكس بفاضل الفيلوستي دي بالنسبه للاكس هي ايه؟ ايه صح كده طبعا ليها قيم عندها ده انا جبت الجنرال بتاعي بس هو عايز الافرج الافرج اجيبه منين؟ يا اما انا كده ادام عارفه ان ده في النص يبقى الاكس بزيرو اعوض هنا في الايكويشن بتاعتي الاكس بزيرو واجيب قيمتها لو مش عارفه هي واقعه هي فين بالظبط او مش في النص او كده بستخدم الجنرال فورم بكامل الاكس دي اكس بالنسبه للنيجاتيف ال على 2 او الحدود يعني بتاعت النيجاتيف ال على 2 ل ال على 2 ومرسومه على اللينس كلها بس جبت قيمه الافرج بتاعتي هو كان عايز ريشيو ما بينهم ما بين الجي او الجرافيتي اللي هي 9.8 تقسيمها عليها وكده رقم محتاج دي كوشن ثانيه غير اللي هي دي ولا اكس بلس ده ده لو مش لينير ممكن تستخدم بقى البارابوليك والحاجات اللي انتوا تاخدوها في لا هي ما احنا بنعمل لينير احنا بنعمل اسيوم للينير دايما سهل على نفسك يبقى الثيتا بكام؟ بزيرو. طيب انا دلوقتي كل مشكلتي
ان الفيلوسيتي بتاعتي اللي مديهالي فانكشن في الراديوس وانا ما عندي باوندري كونديشن في الاكس وعايز الفيلوسيتي والاكسلريشن كلها في الاكس. عايزه بقى اغير الفانكشن اللي هو مديهالي دي بدلاله الاكس عشان اقدر ايه امشي حل عادي. في حد يقدر يوصل لي الار بالسيت بالاكس بالظبط؟ لو انا مسكت التراينجل ده كده من عند نقطه ايه وحسيت انها كده ايه بيتنبض كده بالنقطه دي زي مثلا ده الار ده السيتا الحته من هنا هنا ده 0.6 ولو سميت الجزء ده اكس يبقى الحته دي عباره عن ايه ار كوزاين سيتا صح كده؟ ار كوزاين سيتا بيساوي ايه؟ بيساوي 0.6 ماينس اكس او العكس تقول اكس بلس ار كوزاين سيتا بيساوي 0.6 صح كده؟ فبالتالي الار عباره عن 0.6 ماينس اكس على كوزاين سيتا. بيبقى ايه اللي عايز الفانكشن بتاعتي عن السنتر لاين بمعنى كده ان السيتا بزيرو يبقى كوزاين سيتا بكام؟ بواحد. يبقى بالتالي الار عباره عن 0.6 ماينس اكس ده عند السنتر لاين. هاخده واعوض بيه في الايه؟ في الايكويشن الجنرال اللي انا عندي الفلوستي بتساوي السي اللي انا مش عارفاها على ار سكوير هشيل الار واحط مكانها 0.6 ماينس اكس هول سكوير كده بقيت الفلوستي بتاعتي فانكشن في الاكس. ولا الار مكمله لحد البوينت ايه؟ هي دي عباره عن الريدجز بتاعتي. لو انا لو كملتها كبايت كده يعني هتلاقي ان الريدجز بتاعتي ايه؟ شايفها؟ بس عشان الرسم مش موضح قوي لكن هتلاقيها في الشيت موضحه على شايفه؟ طيب كده انا جبت الايه؟ الفلوستي فانكشن في الاكس تمام كده؟ طب ايه الخطوه اللي بعدها؟ هو قايل لي الفلوستي عند الاكس بس انا مش عارفه الكونستنت ده بكام بس مديني باوندري كونديشن عند الاكس بزيرو الفلوستي ب 2 هحط هنا الاكس بزيرو والفلوستي ب 2 هقدر اجيب الايه؟ كوساين سيتا ليه حطيتها بواحد؟ انا دلوقتي بيقول لي عند السنتر لاين معنى السنتر لاين ان السيتا بتاعتي بايه؟ بس كده فلما حطيت هنا كوساين زيرو فبواحد فبالتالي الار بيساوي 0.6 ماينس 6 تمام كده؟ طيب جبت السي يبقى انا عندي قيمه الفلوستي في اتجاه الاكس عندي كقيمه في فانكشن في الاكس فيها مشاكل؟ مفيش. عايزه الاكسلريشن نفس الفكره اللي انا لسه عاملاها من شويه المساله اللي قبلها كانت ايه عشان اجيب الاكسلريشن في اتجاه الاكس اللي هي ايه؟ دي يو على دي تي فاكرين كده؟ ده في اتجاه الاكس اللي هي عند الار بيساوي بارشال يو على بارشال تي بلس اليو بارشال يو على بارشال اكس بلس البي بارشال يو على بارشال واي بلس الاوميجا بارشال يو على بارشال زد. ايه اللي عندي وايه اللي مش عندي؟ اليو عندي او اللي هي فام الكومبوننت بتاع البلس اتجاه الاكس هي فانكشن في الاكس بس فبالتالي مش فانكشن في التايم ولا فانكشن في الواي ولا فانكشن في الزد فبالتالي برضو الاي اكس عباره عن يو بارشال يو على بارشال اكس. ساعتها بقى ايه؟ هظبطها عندي انا عندي اليو اهي وهفاضلها بالنسبه للاكس جبت الاكسلريشن هعوض الاكس مره ب 0 هعوض الاكس مره ب 0.3 جبت القيم الايه؟ الاكسلريشن عند الايه؟ الاكس هي ب 0 و 0.3 هي مشكلة؟ ناخد مسألة رقم 5 هو شيء كم سؤال؟ ايه؟ شيء كم سؤال؟ 21 لا بس في مسائل زي ما قلت لكم هتتأجل لشيت دكتور مثلا سليم أجل ايه؟ هتتأجل لشيت الشيت التاني لا مش أنا لسه ايه؟ مش لا يعني هاخد ان شاء الله بإذن الله الفايل الحاجات اللي هي مش علينا دلوقتي يعني رقم 5 سهله ولذيذه مديني الفيلوستي عباره عن 3y زد سكوير في اتجاه الاي بلس اكس زد في اتجاه الجي بلس الواي في اتجاه الكي تمام كده يا شمس؟ طيب محتاجين اي اكس وايه واي وايه زد نعمل ايه دلوقتي مديني البلوستي نعم مديني البلوستي اهو يعني كده كانه بيقول لي ان في اتجاه الاي اللي هي ايه في اكس دايمنشن في الاكس يعني عباره عن ايه ده اليو بالظبط كده واللي في اتجاه الجي اللي هو الفي واللي في اتجاه الكي اللي هو
الاومليت صح كده؟ يبقى انا عندي اليو عباره عن 3y z سكوير، عندي البي عباره عن اكس زد، عندي الواي عباره عن سوري عندي الاوميجا عباره عن الواي. عايزه اكس، اكس عباره عن ايه؟ نفس الكلام بقى دي يو على الدي تي اللي هي بارشال يو على بارشال تي بلس اليو بارشال يو على بارشال اكس بلس البي بارشال يو على بارشال اي واي بلس الدبليو بارشال يو على بارشال زد. اليو عندي فانكشن في ايه؟ مش مهمسين الواي والزد، يعني مش فانكشن في التايم ولا فانكشن في الاكس صح كده؟ تمام. البي عندي ولا كوميتها ولا ما عنديش؟ عندي اللي هي اكس زد بارشال يو على بارشال واي عباره عن ايه؟ 3 زد سكوير صح كده مش مهمسين؟ طب ال W عندي ولا مش عندي؟ عندي اللي هي واي البارشال يو على بارشال زد اللي عباره عن ايه؟ 6 واي زد صح كده؟ هتظبطوهم مع بعض جبنا الاي اكس. الاي واي مين يقولها بسرعه وانتوا بتكملوا ايه زد بقى؟ الاي واي دي بي واي دي بي بالظبط، دي بي على دي تي عباره عن جزء لوكال بارشال بي على بارشال تي بالظبط، وجزء كومبيكتيف اللي هو اليو بارشال بي على بارشال اكس بلس البي دي يو دي بي ما تتلخبطش يو بي دبليو تمام. لكن اللي هنا بقى بارشال كله ايه؟ بارشال بي على بارشال واي بارشال بي على بارشال زد تمام كده؟ ما تحلوها كده بايديكوا كذا. طيب البلس البي فانكشن في الاكس والزد، يعني ولا فانكشن في التايم ولا فانكشن في الواي، يبقى عندي اليو عندي قيمتها بارشال بي على بارشال اكس اللي هي الزد، عندي الدبليو قيمتها بارشال بي على بارشال زد اللي هو ايه؟ اكس. فيها مشكله؟ ونفس الكلام للاي زد، فيها مشكله دي؟ دي سهله ولذيذه اهي، مجرد بس ايه؟ بتدربكوا على التوتال بريفالنس. ناخد رقم طبعا بقى 6 ده النسبة الفلو اروتيشنال لا في كونتينيتي جايه اهو في مومنت وحاجات حلوه يعني هناخد مثلا مساله رقم 11 يديني اليو اللي هي البلاستيك اتجاه الاكس سكوير ماينس الواي سوري فانكشن في الاكس وفانكشن في الواي محتاج الدي بي على الدي اكس او الجريدينت بريشر في اتجاه الاكس هعمل ايه؟ ها؟ نفكر كده مع بعض. اول ما نلاقي الدي بي على الدي اكس هنشوفها فين؟ في المومنتم بس في ايه؟ في الاكس دايركشن لان هو حتى محدد لي على الاكس تمام كده، حتى بيديني اليو اللي هي الفيلوسيتي كومبوننت في اتجاه الاكس. طب هنكتب الايه؟ المومنتم بتاعتي في اتجاه الاكس دايركشن للرو بارشال يو على بارشال تي بلس اليو بارشال يو على بارشال اكس بلس البي بارشال يو على بارشال واي بلس الاوميجا بارشال يو على بارشال زد بيساوي رو جي اكس ماينس دي بي على دي اكس بلس الجزء النيو بارشال سكوير يو على بارشال اكس سكوير بلس بارشال سكوير يو على بارشال واي سكوير بلس بارشال سكوير يو على بارشال زد سكوير. ايه اللي عندي وايه اللي مش عندي؟ ما عنديش اصلا ما عنديش يو باي تي دي ما يقدرش يبيع على بارشال تي عشان ايه ايه ايه؟ مش فانكشن ده هنشيله ما عنديش فانكشن الجزء اليو ده هنشيله ليه مش مهندس؟ مش اصلا فريكشن ليس بالظبط ادي اهو اللي هو الايرور ايكويشن. طيب ايه تاني؟ عندي سؤال حلو. طيب بارشال يو على بارشال تي في؟ لا تمام دي عندي صح؟ طيب انا عندي اليو وعندي بارشال يو على بارشال اكس عندي بارشال يو على بارشال واي البي بقى عندي ولا لا؟ ما ينفعش اقولها بزيرو عايزه اجيبها منين نشوف هل هي في اوميجا اصلا او قصدي بارشال يو على بارشال زد؟ لا لان ده كمان 2 دي 2 دي يعني اكس وواي بس مفيش اوميجا. طيب هنا مفيش ايه؟ ما جابليش سيره على جرافيتي في اتجاه الاكس صح؟ ده اللي انا عايزاه. كله عندي ما عدا البي، اجيب منين البي؟ كونتينيوتي هقول انها بارشال يو على بارشال اكس بلس بارشال بي على بارشال واي بيساوي زيرو. ليه ما حطيتش الثالثه؟ عشان ده 2 دي تمام كده. طيب انا بارشال يو على بارشال اكس بكام؟ بارشال انا جبت الايه؟ تفاضل اليو بالنسبه للاكس ماشي كده؟ فاضلت عادي 2 اكس
خلاص ايه دي كونتينيوس اهو بعد ما قلت ستادي وايه كتبت غياب مش ممكن تمام الستادي وايه كومبريسبل وشغال وعملت الباشر اللي هو على الباشر اكس بلس باشر بي على الباشر واي بلس باشر جنبي على الباشر زد تمام كده وقلت ان ده 2 دي يعني مفيش ايه الاوميجا دي فبالتالي عندي اليو والفي تمام طيب دلوقتي انا عندي باشر يو على باشر اكس جبتها منين من الايكويشن الاساسيه فضلتها بقى 2 اكس تمام طيب باشر بي على باشر واي انا ما اعرفهاش انا عايز اجيب البلس فهعمل تكامل مش باشر باشر دبل باشر زد دي اللي هو مش انا متلفتهاش بس معلش لا اصل حتى لو الايكويشن ما فيهاش هو ايه اهو ستدي انكمبريسبل انفيستد 2 دي تمام قايل لي بقى ان ال عشان هو قال 2 دي عشان كده ما طلعش تلقائي بقول ان 2 دي اكس وواي تلقائي يعني تمام كده طيب انا بس عايز اجيب الفي اجيبه ازاي هعمل ايه بشمسين هيعتمد هيبقى عندي الفي عبارة عن تكامل الاثنين نيجاتيف 2 اكس دي واي فهكامل بتاع بالنسبة دي هتبقى كام؟ ايه؟ بالظبط كده نيجاتيف 2 اكس واي لان ده يعتبر كونستنت بالنسبة للواي كفانكشن بس بلس ايه؟ كونستنت بلس الاف اوف اكس ايه الحاجات دي بقى؟ دلوقتي استخدمت الكونتينيوتي عشان اجيب الفيلوستي كومبوننت دي باتجاه الواي من الايه من اليو او الفلوستي كومبوننت من اتجاه الاكس انا عندي قيمه اليو لكن ما عنديش قيمه الفلوستي فانا ممكن الفلوستي دي تكون فانكشن في الكونستنت بالنسبه لي مش هيبقى ليها اي حاجه فلازم احطها وانا برجع اعمل تكامل احطها والكونستنت ده اللي هو بتاع التكامل عادي عشان انا مش عارفه حدود التكامل بالظبط تمام فده على طول يبقى انا لما بجيب الفلوستي بحط ايه الفي قصدي بحط فانكشن اوف اكس العكس بجيب اليو بحط فانكشن اوف واي تمام كده طيب هاخد بقى الكلام في دايركشن في زد وزاد كمان في زد لا بقى بس ده استحاله يحصل طيب دلوقتي بقى احنا دلوقتي عشان 2 دي بس طيب نيجاتيف 2 اكس واي هحطها في الايكويشن بتاعتي مجرد هنا عندي اليو عباره عن اكس سكوير ماينس واي بارشال يو على بارشال اكس عباره عن 2 اكس بلس البي اللي هي هتبقى نيجاتيف 2x y بلس الكونستنت بلس الاف اوف x تمام كده بارشال يو على بارشال y اللي هو ايه؟ نيجاتيف 1 تمام كده؟ هنلاقي ان 2x y راحت مع 2x y دي فكل دي بي على دي اكس فانكشن في ايه؟ x سكوير فانكشن في x فكله فانكشن في الـ x فهو كان بيسال هل الدي بي على دي اكس فانكشن في الواي ولا فانكشن في الاكس ولا فانكشن في الاثنين؟ فبالتالي هو فانكشن في الـ x وانا جبتها له كقيمة فيها مشاكل فيها؟ وعايز القيمة ولا عايز يثبت؟ هي احنا ما عندناش كأرقام نعوض بيها الـ x والـ y ده جنرال فورم بس هو اللي بيسأل هل هي فانكشن في الـ x ولا بصي يا باشمهندس انا عملت البارشال يو على البارشال واي عبارة عن نيجاتيف واحد فالنيجاتيف واحد دخلت عليها بقت بوستيف وهنا بالنيجاتيف بوستيف والنيجاتيف راحوا مع بعض صح ولا غلط؟ صح انا بس عملت خطوه سريعه كده بس انتوا ركزتوها هتلاقوها راحت مع بعض يعني طيب اخر المساله عندي رقم 18 في التايم ولا فانكشن في الاكس وهنا الفي هو اللي في زيرو لان انا عندي
البشره دي وعلى بشره الواي كقيمه، لكن الفلوستي البي قصدي والاوميجا برضه زيرو، يبقى الترم ده كله زيرو. المثال ده كان عايل فيشنس عايل انفستد. طيب الروجي اكس طبعا ايه ما جابليش سيره عنه يبقى زيرو. ده اللي انا عايزه اجيبها. هنا بقى ايه اللي عندي وايه اللي مش عندي؟ اليو فانكشن في الايه في الواي، يبقى مش هتتغير مع الاكس ولا هتتغير مع الزد. البارشل سكوير يو على بارشل واي سكوير عباره عن ايه؟ تفاضل مرتين. اول حاجه بارشل يو على بارشل واي اول مره هتبقى عباره عن الاي ماينس بي سي ماينس 2 واي، صح كده؟ هفاضلها تاني عشان اعوض بيها في الايكويشن، هتبقى عباره عن نيجاتيف لا هتبقى بوزيتيف 2 بي. هحط ال 2 بي هنا هقدر اجيب الايه؟ الدي بي على دي اكس، تمام كده؟ طيب عايزه اجيب A و B و C، يديني الباوندري كونديشن لما الواي بزيرو التاو اكس واي بزيرو، يبقى هو انا محتاجه اكتب قانون ايه؟ تاو اكس واي، صح كده؟ تاو اكس واي عباره عن ايه؟ احنا كاتبينها ميو بارشل يو على بارشل واي بلس بارشل بي على بارشل اكس. طيب بارشل يو على بارشل الواي بكام؟ احنا كاتبينها فوق، صح كده؟ اساسا ما عنديش ايه؟ فلوستي اصلا سوري بي اصلا، فبالتالي زيرو. طب بارشل يو على بارشل واي اللي انا كاتباها هنا اهي اللي هي ايه؟ ماينس بي سي ماينس 2 واي، صح كده؟ طب ما انا استخدم الباوندري كونديشن اللي مديهولي، لما الواي بزيرو التاو بزيرو يبقى بالتالي الاي بتساوي ايه؟ بي سي. كده جبت الايه؟ فانكشن في بعض. في مشكله؟ انا بس حاجات سهله ولذيذه. ايه؟ بس بقاله 3 ميو؟ ادام ما جابلكش سيره قيمه سيبها 3 ميو، مش اي مشكله. ما هو ده في مساله رقم 5 على ما اعتقد او حاجه بيقول لي هي الروتيشنال ولا لا. فكل اللي هنعمله انا حلاها اهي، كل اللي هنعمله ايه؟ هنجيب دبليو اكس اللي هي هاف بارشل دبليو على بارشل واي ماينس بارشل بي على بارشل زد. هنشوف الدبليو فانكشن في ايه ونجيبها، يعني هي لو فانكشن في الواي هجيب الديريفيتيف بتاعها، لازم يكون قد بعض عشان يروحوا مع بعض، تمام كده؟ لازم الترم ده يبقى زيرو، الترم ده يبقى زيرو، الترم ده يبقى زيرو. كل واحده هتطلعها على حده لوحدها، ولو جبناهم الثلاثه بزيرو يبقى ده اريتيشنال، يبقى الفلو اريتيشنال. لو واحده بس مش بزيرو يبقى ايه؟ نط اريتيشنال. في مسائل على الورق؟ لا عندنا في الشيك بس كان في امتحان يعني. بس يعني بطل ان احنا نقول الحاجات دي. الغياب فين؟